السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معاكم خلود من قناة طلة حلوة. النهاردة معايا حاجة حلوة بسيطة وسهلة جدا، وحاجات بواقي كده هنقول على كذا فكرة ممكن تستغليها من بواقي حاجات عندك. الفكرة بسيطة وسهلة جدا، النهاردة مكوناتي بسيطة وسهلة جدا، ومش حاجة أنا شاريها من بره، موجودة عندي في البيت. بس قلنا حرام في حاجات احنا ممكن تسهو علينا فنستسهل ونرميها، فاحنا لا حرام، يعني انا بستحرم اي حاجة تترمي، لا كل حاجة ليها فكرتها. تمام، دي عبارة عن فطير، ده عبارة عن فطير يا جماعة، ده مش جلاش، ده فطير، فطير عادي معمول، فطير مشلتت، ماشي. دي بواقي فطير مشلتت عندي، خسارة حرام نرميها، لا انا لميت البواقي الفطير. ممكن على فكره تعمليه بفطيره عادي، يعني انت لو عندك فطيره وما اتاكلتش برضو تعمليه بنفس الفكره، بس دي كانت بواقي فطيره. طبعا بيبقى فيه فراويل وفي حاجات كده بتطلع من الفطيره، وممكن اطفالك بياكلوا او كده، فحرام نرمي الفتاويل دي او نرمي القطع دي، لا طبعا. احنا استغلناها ان احنا كل اللي احنا عملناه ان احنا لو القطع كبيره هتقطعيها كده حتت صغيره، يعني اهي حتت عشوائيه كده بايدك، تمام، من قبل ما تحمصيها. وهتجيبي صينيه، طبعا مش دي اللي انا حمصت فيها، هتجيبي صينيه مفروده وتقومي حاطه فيها الكميه دي بحيث ان هي تبقى ايه متساويه، بحيث ان هي تتحمر وتتحمص كويس، وتقومي مدخلاها الفرن بتاعتك كانك بتنشفي عيش لغايه ما تديكي اللون الذهبي الحلو الجميل ده، وتقومي مخرجاها. طبعا هتسيبيها لغايه ما تبرد، هتنشف معاكي كده وتبقى مقرمشه وجميله، هتديكي طعم لما نيجي نعملها ان شاء الله، هتديكي زي الحاجات اللي هي ام علي والحاجات المعلبه والحاجات اللي بتتباع بره، وحاجات صغننه اكياس، يعني ام علي دي كيس صغير قد كده بمبلغ وقدره يعني، وما بيقضيش، ما يعملكيش طاجن او صينيه صغيره، ما يتعملش صواني، يتعمل طاجن صغير جدا يعني. انتوا طبعا اكيد عارفين الحجم وعارفين الشكل بتاع بره. فاحنا ممكن نعمل ده فطير مشلتت، فطيره مشلتت عاديه خالص طبعا، من غير سمنه من غير اي حاجه، لان دي عليها سمنه فاحنا مش هنحط سمنه، لان عليها سمنه كتير كمان، فاحنا مش هنحط سمنه. ممكن لو عندك جلاش لفه في الفريزر اللي انت مش عايزاها مثلا، ومش مش هتستخدميها مثلا في حلو انك تعمليها صينيه حلوه، او باظت معاكي او نشفت معاكي لاي ظروف، تقومي ممكن برضو هتعمليها بنفس الفكره دي وتحطيها. على فكره ممكن حتى لو مسقيه شربات، يعني انت لو عامله صينيه جلاش واتسقط شربات وبرضو ما اتاكلتش، بعد كام يوم بتنشف وبتدي تفرول كده، فبيبقى شكلها مش حلو مش ظريف، هتكسريها كده وتعيدي ترتيبها، وهي فيها سكر خدوا بالكم، وتعيدي ترتيبها برضو بطريقه عشوائيه كده، وتقومي فردها في صينيه وتدخليها الفرن وتنشفيها، هيطلع لك بنفس المنظر ده. الرقاق اللي عندي رقاق طري، رقاق ناشف برضو بنفس الفكرة، بس اللي هيختلف عن حاجة واحدة، اللي بيختلف عن الفطير والجلاش والرقاق حاجة واحدة، ان هو لو جلاش فريش انت جايباه طازة هتحطي عليه سمنة، لو هو معمول ومسقي شربات لا طبعا مش هتحطي عليه سمنة، لانه هيبقى خلاص انت مكتفية بقى السمنة اللي موجودة فيه. الرقاق نفس الطريقه، نفس سوري نفس نفس الطريقه. الرقاق طبعا في ناس بتعمله حلو، انا واحده من الناس بعمله حلو. احنا بنتكلم عن الرقاق الناشف العادي خالص، والرقاق الطري اللي هو اللي هو مش معمول، هتجيبيه وتقومي مكسراه برده، وتقومي فرداه في صينيه، وتقومي مرششاه سمنه، ده اهم حاجه، بخاخه سمنه كتير، ممكن ببخاخه عندك نظيفه كده حلوه، تقومي حاطه فيها كميه سمنه او زيت، وتقومي بخاخه كويس، لان هيديكي النشوفيه والقرمشه والمنظر ده، تمام. فاحنا كده مكوناتنا بسيطه وسهله النهارده، فالنهارده ان شاء الله الفيديوهات اللي انا بقول لكم عليها دي ان شاء الله هنعملها. بس ايه لما يبقى عندي بقى ايه مثلا، يعني انا بحاول ان انا ايه، يبقى عندي بواقي الفطير ما ارميهاش، بواقي جلاش ما ارميهاش، بواقي رقاق طري ما ارميهاش، بواقي اي حاجه اي حاجه ان شاء الله عيش ناشف، تمام، مش هنرميه. اجي معايا الكميه بتاعتي اهي، ومعايا كيلو لبن، ومعايا دي فطيره، ومعايا كيلو لبن، ومعايا كوبايه سكر، وهنشوف احنا هناخدها كلها ولا هناخد جزء منها، تمام. كل اللي انا هعمله ان انا هكنجيه على جنب كده، وهجيب اللبن بتاعي، اللبن انا غلياه وشبه دافي، وهتحطي السكر وتقلبي. طبعا السكر ده انت اللي هتتحكمي فيه، ممكن تحطي واحده فانيليا براحتك، انا هحط الكوبايه كلها لان احنا قبل كده قلنا ان انا بحب الحاجات المسكره، تمام اهو، وتقلبي كويس، اهم حاجه تدوبيه كويس السكر مع اللبن. ممكن تحطي مكسرات، المكسرات اللي تعجبك، عايزه تحطي قشطه حطي براحتك، بس انا بقول انا مش بعجزك، الحاجات اللي موجوده في البيت. فطير ناشف المفروض ان هو كان هيترمي عند اي حد، اللبن مغلي ما فيهوش اي حاجه، شويه السكر بس، فمش هعجز نفسي، هستنى بقى لما يبقى عندي قشطه او مكسرات او لا، عندك حطي ما عندكيش ما تحطيش. بصوا قلبته كويس خالص اهو، وهتبتدي تنزلي على الفطير كده، بسم الله الرحمن الرحيم.
اهو اهو، تنزلي كده اهو، مش هتحطي الكيلو كله اهو. هو كمان في حته القشطه بتاعته اهي. طبعا انت بتاخدي بتعملي اللبن كامل الدسم، ما بتاخديش منه اي شيء اهو، كل اللي انت هتعمليه اهو. وهتقومي مدخله الفرن. انا طبعا ما بحبهوش ناشف قوي، يعني انا ما بحبهوش، يعني انا مش هخلي اللبن ده يتشرب قوي، لا انا عايزاه برضو يبقى ايه زي قبل كده قلت لكم، انا بحب الرز المعمر ما يبقاش ناشف قوي او جاف قوي. تمام، انا بحب الحاجه يبقى فيها ايه شبه سائل كده، تبقى طريه ما تبقاش ناشفه. كل اللي انا هعمله ان انا هدخله الفرن وهرجع اوريكم شكله عامل ازاي. ورجعت لكم تاني، بصوا الشكل عامل ازاي. بصراحه هو بيتكلم مش محتاج كلام، وريحه رهيبه، لانه الفطير ده كان معمول بسمنه بلدي، فالريحه مش عايزه اقول لكم بجد تستاهل التجربه. على فكره احلى حاجه تعمليها من ام علي الفطير، يعني سيبك من الجلاش، الجلاش يمشي، الرقاق يمشي، العيش الناشف يمشي، العيش اللي هو الآلي اللي هو العيش الابيض الخفيف قوي ده، هو في ناس بتسميه عيش آلي، في ناس بتسميه عيش لبناني، يمشي تمام مفيش مشكله، اي حاجه تمشي. بس جربي وعن تجربه وعن ثقه، جربي الفطير بواقي الفطير في ان انت تعملي طاجن ام علي. فمش عايزه اقول لكم الريحه عامله ازاي، فتستاهل التجربه. انا قلت لكم انا بصوا انا ما بحبهاش جافه، يعني بصي فيها سائل برضو، انا ما بحبهاش جافه، يعني سائل ومتماسكه، انتوا فاهم يعني، واخده بالك، سائل ومتماسكه في نفس الوقت، لكن ما تبقاش تسيبيها في الفرن لغايه ما تشرب اللبن بتاعها قوي، يبقى لازمتها ايه؟ يبقى طعمها ايه؟ يبقى طعمها مش حلو. يعني في ناس بتقعد تسيب الحاجه في الفرن، يعني بتسيب ام علي وتسيب الرز المعمر وبتنشف الرز بلبن قوي، طب ليه؟ انا اهم حاجه السائل اللي عندي هو ده اللي بيديله الطعم، بيديله المذاق. اشوفكم في الفيديو الجديد، السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.